السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم جميعا، صباح الخير على حبايبي اللي قاعدين قدام الشاشة، صباح الخير على كل زمايلي وحبايبي اللي موجودين معانا هنا النهاردة، وصباح الخير على مخرجتنا سمر الجميلة. صباح الفل عليكم، يا رب يجعلوا يوم جديد سعيد كده بإذن الله. زي ما احنا متعودين مع بعض، النهاردة الخميس بيبقى معايا ضيف أو ضيفة بيعملوا لنا صنف كده حلو يليق بيهم وبضيافتنا ليهم في اليوم ده. النهاردة بقى هنروح للمطبخ التونسي، وطالما قلنا تونس بنحيي كل إخواتنا وحبايبنا وأهلنا في تونس الشقيق. والنهاردة معانا الجميلة هالة برضو على اسمي، وهتعمل لنا وصفة من المطبخ التونسي. ازيك يا هالة؟ الحمد لله يا ربي يخليك، يا عيشك، لي الشرف ان انا اكون معاكي ضيفه. انا حبيت اسمي يا هالة عشان على اسمي. وانا اكثر. خليك يا ربي يعيشك. يا حبيبتي شرفتينا النهارده. يعيشك يا ربي يخليكي. قولي لي هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل كسكسي تونسي. هو يعتبر كسكسي لافراح اكثر، عشان الكسكسي الطبيعي بيكون بالخضار. لكن الكسكسي ده يكون ساده، عليه بس حاجات بسيطة. زي ايه بقى؟ مختلفة. يعني طبقنا النهاردة هيبقى عبارة عن ايه؟ هو هيكون كسكسي باللحمة الضاني. تمام. بيتقدم في الأفراح، عليه مكسرات وزبيب. وطريقته بسيطة جدا وجميلة جدا، وان شاء الله يعجب الناس كلها. يا رب يا حبيبتي. يلا بينا نسمي بقى، بسم الله، ونقول مقاديرنا. قول لنا المقادير. بالنسبة للمقادير، محتاجين لحمة ضاني على حسب الرغبة وعلى حسب كمية الكسكسي. تمام. يعني مثلا نص كيلو كسكسي عليه نص كيلو، كيلو الا ربع لحمة ضاني، ويحبذ انه هي تكون مدهنة شوية. صلصة طماطم تقريبا كوب، حمص يكون منقوع في المية قبل بيوم. منقوع بس مش مسلوق. منقوع بس عشان هو بس لما يتغسل هيتنقع، هيتسلق مع اللحمة. حلو. بس بصلتين مقطعة جوانح. ثلاث أو أربع فصوص ثوم. تمام. مفرومين. ملعقة كبيرة بابريكا. احنا كمان بنحب الحاجة المشطشطة. فبنحط شوية شطة معها. وممكن تبقى بابريكا، احنا عندنا بابريكا حامية موجود. لكن شويه من ده وشويه من ده عشان الاكل يبقى ظريف، يعني يبقى ليه طعم حلو. تمام. ملعقه صغيره كركم. وملعقه صغيره كزبره، معاهم ملعقه كبيره ملح، وملعقه صغيره فلفل اسود، والماء تقريبا على بيبقى زي الشوربه. تقريبا لتر ونصف الى لترين ماء، على حسب كمان كميه الكسكسي اللي هنستخدمها. واهم شيء في الوصفه هو زيت الزيتون اللي موجود في كل وصفاتنا في تونس. ده مهم جدا في الوصفه، او بيديها طابع تاني خالص. يعني جدا ثقافتنا زيت زيتون. السمنه تقريبا مش بنستخدمها، فتقريبا كل الاكل بيكون بيه بزيت الزيتون. طبعا هو صحي اكتر طبعا، وبيدي تيست حلو قوي للاكل. اكيد كده. اكيد. طيب هنبتدي بايه بقى يا هالة؟ اول شيء هنا عندنا شغلي عين البوتاجاز. يبقى احنا النهاردة نقول تاني المقادير يا سمر، ايه رأيك؟ يلا بينا. النهاردة عندنا شيف هالة من تونس، وهتعمل لنا وصفة من المطبخ التونسي. هتعمل لنا الكسكسي باللحمة الضاني. صح. المقادير بتاعتنا، طب اشتغلي واحنا بنقول مقاديرنا. عندنا كسكسي دني، مش كده يا هالة؟ ده دني. ده اللي هو الاكياس الجاهزة مثلا. الاكياس الجاهزة ده بنسعف بيه على طول، سريع يا جماعة في العمايل يعني. ولحمة ضاني، وبصل متقطع جوانح، حمص شام منقوع بس مش مسلوق، وبعد كده شويه مكسرات، ثوم، كركم، وكزبره، وبابريكا، وملح، وفلفل اسود، وزيت لو سمحتي. زيت الزيتون. اتفضلي يا فندم. تسلمي. طيب نشوف بقى هنا دلوقتي عملتي ايه. حطينا الزيت مع البصل واللحمه. تمام. والزيت. تمام. وبعدين نخليهم يتقلوا. شويه يتقلوا. انتوا بتقولوا يتقلوا ولا يتشوحوا؟ احنا بنقول نشوحهم. او نشوحهم. نشوحهم كده في قلب بعض كده. صح. بنسيبهم يتشوحوا في قلب بعض لحد ما شويه اللحمه والبصل يذبلوا شويه. تمام. بس. دي أول خطوة. أوكي. دي أول خطوة. احنا لحد ما تتشوح شويه اللحمة ممكن نحط الكسكسي. الكسكسي أهو ده الني. صح. هتعملي فيه إيه بقى؟ احنا بنحطه في بولة كبيرة شوية. ماشي. بسم الله. ونحط عليه شوية مية. ما يقارب نصف كوب تقريبا. على قد ايه كسكسي؟ نص كيلو مثلا؟ على نص كيلو تقريبا. على بالعين. المهم ما يكونش يعني مبلول زيادة. مندي بس. احنا بنقولها بالمصري كده، مندي. صح. عامل زي رمل البحر كده. صح كده. وبنزود عليه شوية زيت زيتون برضو. أيوة. في ناس بتحط عليه كمان عود قرنفل لما بيتبخر، بيدي كمان طعم حلو وريحة كده حلوة. صح. تمام. ماشي.
وبعدين بنقلبه كويس لحد ما ايه هو يندي. يبقى كده الكسكسي الناي حطينا عليه نص كيلو، حطينا عليه نص كوبايه ميه، وحطينا حوالي مثلا معلقتين كبار زيت زيتون. زيت زيتون. وبما انه انا حبيت اوريكم الكسكسي، ففي حلل مخصوص عشان الكسكسي عشان ده بيبقى متبخر. بالنسبه للناس اللي عندها مصفى على حله تقدر تحط زي الشاشه عشان الكسكسي ما ينزلش في الميه. تمام. انا هنا حاطه ميه مغليه تتغلي. استني ارفعي ارفعي كده يا هلا عشان بس نوريها لحبايبنا. ميه مغليه يا جماعه اهي، خليكي زي ما انت. لا ارفعي خليكي زي ما انت. اوكي. ميه مغليه اهي في الحله بتغلي. دي فكره حله التبخير. صح صح كده. ادي من تحت ميه مغليه، وبعدين بنحط المصفى. حطي بقى كده نحط المصفى هنا، والمصفى بنحط فيها الشاشه ونخلي على يعني مش مهم درجه الحراره، ممكن تكون عاليه مش عالية. مهم عشان هو اصلا هيتبخر، مش محتاج غير وقت قصير تقريبا 15 دقائق لحد ما ايه يتصفى. بعد ما نقلبه مع بعض تمام كده كويس نحطه في المصفى بقى. في المصفى. المصفى. بسم الله. التبخير دي يعني عندنا بالمصري كده التسويه، نسويه صح كده. هو عشان الكسكسي بيكون ناعم فسلقه هيبقى معجن شويه فعشان كده احنا بنبخره، بيكون ماسك نفسه. عشان كده بنحط الشاشه صح. زي ما احنا بنسوي يا جماعه الكسكسي المصري بتاعنا بنفس الفكره دي بس. تمام. كده لده حد ما الكسكسي ايه يتبخر. احنا نقلب شويه اللحمه مع البصل. تمام. لحد ما تدبل شويه. انت عايشه هنا بقى في مصر يا هلا؟ والله لسه ما استقريتش، لكن نتمنى لي الشرف طبعا انه انا اعيش في البلد الجميله دي صراحة. يعني حبيتيها يعني بقالك قد ايه هنا؟ مبهجة. دلوقتي بقالي تقريبا 5 أشهر. تمام. ومن أحب الأماكن على قلبي الصراحة، هي بلد مبهجة وشعبها مبهج أكثر. ربنا ولطيف يا حبيبتي. يا ربي يخليكي. وكمان المطبخ المصري على فكرة يعني يعتبر بالنسبة لي حاجة جديدة. جربتي تعملي ايه من المطبخ المصري بقى بتاعك؟ جربت أعمل ورق عنب. أيوه. مع ريش ضاني. برياش ضاني. ايوه. وعملت الكشري. تمام. جربت عملت كمان. طلع الكشري معاكي حلو بس قولي بالصراحه. والله طلع حلو الحمد لله بشهاده مصريين يعني طلع حلو. يبقى تمام. لكن الحاجه اللي لسه ما جربتهاش ونفسي اجربها عشان هي عشق وغرام المصريين هي الملوخيه. لسه ما عملتيش ملوخيه؟ لسه ما جربتش ملوخيه عشان بيقولوا لي انه دي فيها تكات. ايوه. ومش اي حد يعمل ملوخيه صح. فاحنا قلنا يعني خطوه بخطوه لحد ما نتعلمها ان شاء الله نكون ايه. بصي ليا حلقه هنا كنا عاملينها الملوخيه وبنعرف بناتنا وعرايسنا الجداد في المطبخ ازاي تظبط معاهم من اول مره. ان شاء الله لو شفتي الحلقه دي هتظبط معاكي وانت مغمضه. ان شاء الله هجربها واقول لحضرتك طبعا. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان شيف هاله هي اصلا تخصص حلويات، وعندها على الانستجرام بجد يعني صور وحاجات هي عاملاها جميله. تورت تشيز كيك. هي بارعه في التشيز كيك صح كده؟ صح. صح كده؟ اكتر حاجه بحب اعملها وبستمتع بالحلويات وبالتشيز كيك او الحلويات الغربي عامه بتستهويني وخصوصا في المذاق والطعم، ففي اختلاف كبير دايما في الحلويات. تمام. من انواع الشوكولا للفانيليا للفواكه للمكسرات. بتفنني فيها بقى بالمصري كده يعني بتطلعي الفنان اللي جواكي. جدا جدا. طيب جدا. ناخد تليفون يا ام ادم. ام ادم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. ازيك يا ام ادم؟ الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. اهلا وسهلا بالضيفه اللي مع حضرتك شيف هاله. ربنا يخليكي معانا شيف هاله منور لنا. ربنا يخليكي. بترحب بيكي وبيكي. عايشك يا رب يخليكي حبيبتي منوره. يعيشك يا رب يخليكي. يا رب حبيبتي تعيشي يا وادم. حبيبتي منورين الدنيا. ربنا يخليكي يا رب. يعيشك حبيبتي. حبيبتي نورتيني يا ام وادم. ربنا يخليكي. صباح الفل عليكي يا حبيبتي. صباح الفل. حطيتي ايه بقى دلوقتي؟ حطيت ملعقة صغيرة ثوم مفروم فريش، وبعدين نقدر ونحطه البهار ماشي اللي هو عبارة عن كركم. ايوه. ملعقة صغيرة. المطبخ التونسي من هوات الكركم والكزبرة، أهم حاجتين أهم حاجتين تلاقيهم موجودين. الكزبرة
نحط عليه كمان ملعقه صغيره. يبقى كده احنا حطينا ثوم وحطينا كزبره وحطينا كركم. تمام. وهنحط دلوقتي من البابريكا، ممكن نزود ملعقه ونص تقريبا. ونقلبهم كمان شويه. وبعدين نزود الملح والفلفل الاسود بس كده بعد ما نقلب. بس هو الوصفه مثل ما قلت لحضرتك سهله وبسيطه جدا. البصل عندنا خلاص ذاب. حلو. ونحط بقى ايه الملح. التوابل باينه جدا في البصله ما شاء الله، والبابريكا اديتها كمان لون حلو جدا. الملح في مصر بسم الله ما شاء الله زاكي يعني. الملعقه عندكم عندنا احنا بملعقتين. ده اعتبره حسد بتحسد. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هي البلد كلها بناسها زيكي يا ما شاء الله. ربنا يخليك. تسلمي. بعد ما نخلص كل البهارات وقليناها مع اللحمه. ايوه. ريحه بتطلع بقى معنا. بيكون كده ايه اللحمه بتكون ما شاء الله عليكي الريحه فعلا باينه حلوه. نحط بقى صلصه الطماطم. صلصه تقريبا كل ده اللحمه متشوحه بس نيه مش مستويه. نيه بس. تقريبا كوب ونص او كوب كبير صلصه. أيوة. طماطم. وفي الاخر معاها الحمص اللي منقوع قبلها بليله تقريبا. الواحد تقدروا تستخدموا الحمص اللي في العلب الكنز. بس ده في الاخر بس في الاخر. بعد ما نطفي نغسله ونحطه في الاخر. عشان ما يبقاش يعني ما يتهريش. صح ما يتهريش بالمصري. ما يتهريش ما يتهريش. انا لسه في مصطلحات مش متعوده بيها. لا ان شاء الله هنعودك على كل حاجه. وعلى حسب الرغبه، في ناس بتحب الحمص ونقدروا كمان نستغنوا عليه. متاح كمان انه احنا نحط خضار زي الكوسه والجزر. اي خضار اي خضار احنا نحبها كمان نقدر نحطها. طب حلو. بس انا حبيت اليوم الوصفه البسيطه والسهله والاصليه. يعني انت النهارده بتعملي الوصفه كده على اصولها. ونحط بقى ناخد تليفون استاذ حسين. اهلا وسهلا. لا صباح الخير يا استاذ حسين. استاذ حسين وراح فين؟ صوت ايه ده؟ الو. يا ريت تكلمنا تاني عشان نطمن عليك. بس ممكن حضرتك بس استاذ حسين. الو السلام عليكم. هاي معاك اهو. السلام. انت خضتنا عليك. لا ابدا والله معلش انا اسف والله. لا ولا يهمك. صباح الخير. معلش انا اسف. صباح الفل عليك. ازي حضرتك في فعلا؟ الحمد لله. حلاوه كده جميله ومنورين الشاشه ان شاء الله. ربنا يخليك. خدناكم تونس النهارده. وديناكم تونس. طبعا منور الشاشه النهارده. ربنا يخليك. يعيشك يا استاذ حسين. يعيشك. برشا برشا. بيقول لك برشا برشا. برشا وانا زيد نحبكم برشا برشا. ربنا يخليك. بنحيي حضرتك على بقول لحضرتك يا شيف هاله. ايوه معاك. نشكر حضرتك وبنحييك على حلقه السمك وحلقه ورق العنب بتاعت البارح. جميله جميله جدا. يا رب يخليك. شفت الطاجن؟ طاجن بيتكلم يا استاذ حسين. شفت؟ والله كان نفسنا نكون جنب حضرتك ناخد لنا واحد من الطاجن ده. ده انا عينيا الاثنين والله عينيا. تسلم عيونك. الله يخليك. تعيش يا استاذ حسين. اشكرك اشكرك. صباح الخير عليك. على مهلك على مهلك. معلش سيبيها مش مشكله. احنا دلوقتي بقى بنعمل ايه؟ احنا بصي هنا نوري بقى حبايبنا يا سمر. هنا عملنا ايه؟ هنا حطينا الميه بتكون زي الشوربه يعني، ونسيبها بقى تستوي نص ساعه تقريبا لحد ما اللحمه ايه تبقى مستويه. تبقى بالصلصه كده. بالصلصه زي ما هي. زي ما هي. نقدروا نستغنوا عن اللحمه، نستخدم مثلا فراخ لو عايزين. وكمان في ناس بتستخدمها بالسمك. وممكن كمان بالسمك. بالسمك والله. لكن في طريقه مختلفه عشان السمك بيتحط في اخر المرق عشان ما يتهريش. وبنحط عليه ملعقه كمون كمان. طيب احنا دلوقتي ده اللي حصل ده يا جماعه، ان احنا شوحنا اللحمه بالبصل في الاول بزيت الزيتون مش كده يا هاله؟ بزيت الزيتون. وبعدين حطينا التوابل كلها، ملح وفلفل اسود وكركم وكزبره وكركم وبابريكا وثوم. ايوه. وكوب ونص او كوب صلصه طماطم. وبعدين زودنا ميه وهنسيب اللحمه تستوي كده زي ما هي. الريحه طالعه على راي هاله زاكيه جدا. الريحه زاكيه. وبعد كده عندنا هنا الكسكسي بيتبخر يعني بيستوي على البخار. الكسكسي بيتبخر اول ما بيبتدي يندي في ايدنا. أيوة. فممكن نطفي عليه ونسيبه كده لحد ما المرق يجهز. حلوه قوي. وخلاص كده أكلة سريعة وسهلة جدا وبسيطة وأكلة شعبية ولكل الناس. احنا عندنا بقى الكسكسي المستوي، عايزين نشوف شكله. ده كده بياخد قد ايه مثلا كده يا هالة على النار؟ بياخد تقريبا 10 دقائق.
لا واللحمه لو فراخ هتستوي اسرع، لكن اللحمه محتاجه 30 لحد 45 دقيقه. يعني مثلا نقول نص ساعه لحد ما لحمتنا تستوي. بس اهم شيء انه لازم دايما يكون في مرق، يعني لو المرق اتبخر نزود ميه مش مشكله، كل ما تقل نزودها صح شويه. اللي هو كل مره مثلا نص كوب لحد ما يكون عندنا مرق كفايه انه احنا نسقي بيه الكسكسي. طيب ايه رايك بقى دلوقتي نطلع فاصل، وبعد ما نرجع من الفاصل نركب بقى الطبق على بعض. الكسكسي اهو مستوي معانا، واحنا قبل الحلقه عاملين اللحمه المستويه. فايه رايكم بقى عشان نشوف شكل الطبق الجميل في الاخر هيكون عامل ازاي؟ نطلع فاصل ونرجع نركب الطبق الحلو ده مع هلوله مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كان معانا الشيف هاله التونسيه من تونس، وبتقدم لنا طبق من المطبخ التونسي، بتقدم لنا الكسكسي باللحمه الضاني على طريقتها هي بقى وبايديها هي. قولي لنا بسرعه كده عملنا ايه في الفاصل الاولاني؟ في الفاصل الاولاني بس شوحنا اللحمه مع البصل والثوم والبهار، وحطينا عليها صلصه طماطم وميه، وعملنا شوربه لحمه اللي هي دي. بس تمام حلو قوي. وفي نفس الوقت بخرنا الكسكسي اللي فيه شويه زيت وميه. وبعدين لما اللحمه بتستوي بقى هنكمل المرحله الاخيره. يلا احنا بقى دلوقتي هنركب الطبق. تمام يلا هنعمله ازاي بقى؟ اول شيء انه احنا هنصفي المرق بسم الله من اللحمه والخضار اللي فيه. سخنه على مهلك. نصفي اللحمه بكل الخضار في مصفى كده. تمام. وباخد الشوربه اللي هي المرقه تحت خالص صافيه صافيه، ودي اللي هنحطها على الكسكسي. بص عليك. يلا وبعدين كده هنا يكون صفينا. ده المرق حلوه جدا يا جماعه، ريحتها زاكيه فعلا، ريحتها شهيه جدا. وبعد ما صفينا المرق نحط بقى بشويش المرق فوق الكسكسي لحد ما يتشرب الصلصه بتاعته. عموما الكسكسي برغم انه صغير بس ما بيعجنش. ولو مستوي كويس زي ما قلت انه متبخر مش كتير فهيشرب المرقه ويكون استوى خالص مع المرقه للاخر. بس انت كده عادي كده، انت حاطه كتير عادي. ده هو لما بعد ما نحطه هو هيشرب المرق اللي فيه ونقلبه بشويش. هيشرب كميه المرقه دي كلها؟ هيشربها كلها. نقلبه بشويش كده بسم الله، يشربوا ويطرى بس ما يعجنش. بس ما يعجنش خالص. هو احنا كل مره بنزود بشويش بحيث انه احنا ما يبقاش المرق كتير. يعني كل ما يبقى قليل يكون احسن عشان نقدر نتحكم فيه. حلو قوي. بس كده هو دلوقتي لما يشرب المرق بقى يرجع يفرول تاني. يفرول تاني وخلاص بقى يبقى جاهز للتقديم. حلو. بمناسبه التقديم في ناس مثل ما قلت بيحبوا الخضار. تمام. مع جزر ومع كوسه. في كمان اللي بيحبوا اليقطين، طعم اليقطين حلو جدا في الكسكسي. القرع يعني القرع العسلي. القرع العسلي لكن برضو بيتحط في الاخر عشان ما يذوبش زي الكوسه. في ناس بتحب تحط بطاطا، بطاطس بتقولوا بالمصري. بطاطس بطاطس بطاطا عندكم يعني. احنا بنقول عليها بطاطا. طبق التقديم عشان ايه؟ بس كده؟ ممكن ناخد ده على جنب. طب هاتي خدي الطبق اهو اللي هنقدم فيه الجميل. اشيل لك دي خلاص، مش عايزاه المرقه، مش عايزاه خلاص تاني. خلاص مش محتاجين المرقه. ماشي بسم الله. وبعدين نحطه في الطبق التقديم. تمام. وهو لسه هو دلوقتي كده يا جماعه بيتشرب. هو يعني لسه احنا عشان وقتنا بس. انت لو عندك وقت في المطبخ سيبيه شويه هيفضل يتشرب ويرجع يفرول تاني. صح كده؟ صح. هو احنا بنغطيه وبنحطه تقريبا 10 دقائق لحد ما يتشرب كويس. ولما يتشرب زي ما قلت لحضرتك بيبقى ناشف وجاهز للاكل. بس بيبقى خد بقى التيست الحلو بتاع المرقه اللي احنا عملناه. صح. تمام. بعد كده وفي ناس على فكره بتستغنى عن الطماطم، بيبقى رز ابيض يعني اصفر، بيزودوا شويه في المرقه. ممكن تعملوه من غير طماطم خالص لو ما بتحبوش الحاجات الحامضه شويه. تمام. بس بعد ما تكون فردناه كده في طبق التقديم نحط هنا بقى اللحمه والحمص بقى. نحط اللحمه قطع اللحمه كده الجاهزه
وطبعا هي مستويه جدا، مستويه وبتكون يعني خلاص زي ما بتقولوا اتهرت شويه. عشان اللحمه الضاني خصوصا محتاجه وقت. لا وكمان اللحمه الضاني مديه ريحه حلوه جدا، سواء للشوربه المرقه يعني، او كده لما الكسكسي شرب المرقه كمان ريحته طالعه اكتر واكتر. بس كده نحط اللحمه الضاني وفي النص نحط الحمص مع البصل. طبعا الحمص مستوي بقى يا هاله مع اللحمه في نفس المرقه، اوعى وشك بقى يعني. بس لازم يتغسل كويس جدا ويتنقع في الميه قبل تقديمه عشان ما ينزلش النشا بتاعه في المرق. تمام. بس بعد ما نحط اللحمه مع بقيه الخضار كده نكون خلصنا. ممكن قرنين الفلفل مثلا هنا. حلو. وهنا ونحط بقى على حسب الرغبه زبيب، شويه مكسرات بقى، شويه مكسرات على حسب الرغبه يعني وعلى حسب الاحتياج. تمام. بعد ما نحط الزبيب نحط شويه، انا معايا هنا شويه كاجو. حلو جدا. انت محتاجه دي تاني؟ لا خلصناها خلاص. خلاويز. عارفه لعبه خلاويز؟ لا ما اعرفش. وبس كده يكون طبقنا التونسي البسيط جاهز للتقديم على قد بساطته، لكن شيك وغني جدا جدا وما شاء الله زي العسل. وتسلم ايديك يعني. يعيشك يا شيف، وتشرفت النهارده بوجودي معاكي، ويا رب يخليكم كلكم. شمينا معاكي ريحه المطبخ التونسي الجميل. صح. وجبه حلوه جدا يا جماعه، فيها فعلا فيها الطعم والريحه بتاعه تونس. والطبق زي ما شيف هاله قالت على قد بسيط، لكن هو قوي وريحته حلوه. كميه التوابل والبهارات اللي اتحطت فيه لا مطلعه ريحه فعلا في منتهى الجمال. تسلم ايديكي. يعيشك يا رب يخليكي. نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي. يعيشك. وان شاء الله مره جايه بقى تعملي لنا التشيز كيك اللي انت بارعه فيه. ان شاء الله. ان شاء الله. ليا الشرف باذن الله. يعيشك. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني خدناكم ورحنا المطبخ التونسي، دلوقتي بقى في الفقره الطبيه هنرجع تاني لمطبخنا المصري، مطبخ هاله على قناه النهار. فقرتنا الطبيه النهارده برعايه فيتارم جلوبال، ومنوراني النهارده ومشرفاني صديقتي الغاليه دكتور صفا فتحي، دكتوره صيدلانيه واخصائيه التغذيه الاكلينيكيه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت النهارده الوانك فيها فرحه. ربنا يخليك يا شيف. اشكرك. ربنا يخليك. انا انت وحشني جدا 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 جدا، وحاسه يعني النهارده انا جايه في الجون. النهارده اكل تونسي. أيوة. يعني تلاقي الناس كلها قاعده ايه يعني. وخصوصا ان الطبق قيم بس بسيط يعني على قد بساطته، لكن طبق قيم ومعمول بطريقه حلوه قوي. ريحه التوابل والبهارات طالعه منه فعلا حلوه. ما شاء الله الدنيا مقلوبه تماما. على راي شيف هاله كانت معانا زاكيه، ريحه زاكيه جدا. انت النهارده بقى يا دكتور اقول لك انت النهارده زاكيه. ربنا يخليك يا شيف. ربنا يعزك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. قولي لي النهارده بقى هنتكلم في ايه مع حبيبنا؟ النهارده هندمر الدهون. هندمر الدهون. النهارده هننسف كل الدهون. النهارده عرض لا يفوت. يعني النهارده لو انت ما لحقتيش تتصلي وتتكلمي على الارقام بتاعتنا مباشره هتخسري حاجات كتير جدا 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 جدا، حتى لو قعدنا عملنا لك عروض لمده شهرين سنين قدام. لان احنا حاطين النهارده المختصر المفيد كورس الاقتصادي اقتصادي اقتصادي، يعني زي ما بيقولوا كده العرض عرضين. يعني اللي عليه خصم الاول بقى عليه خصم تاني. فالخصم الاولاني 75 بقى عليها خصم تاني بقى 85%. يا نهار ابيض. 85% لاول 20 متصل. بعد كده هيبقى خسر اول خصم. يعني الاول كان 75% وعليه العرض التاني 85%. يعني اول 20 متصل معانا بلس تاني يعني. يعني اول 20 متصل بس اللي هياخدوا الخصم المميز ده اللي هو 85%. والباقي وانا شايفه ان هو ممتاز، لان النهارده حاطين اقوى كبسوله ناسفه للدهون. اقوى كبسوله بتعلي الحرق.
الناس اللي عندها نهم للاكل، الناس اللي بتاكل عمال على بطال، انت تصحي من النوم تلاقي نفسك بتاكلي من غير سبب، صح بالليل صح. انت سقعانه تجري على الثلاجه تلاقي نفسك بتاكلي من غير سبب، زعلانه بتاكلي، بتاكلي فرحانه بتاكلي، العيال مضايقينك شويه تروحي تجيبي طبق اي حاجه من المطبخ وتقعدي تاكلي بالظبط. يعني الحاجات الايموشنال ايتر اللي هم الناس اللي بياكلوا بالاحاسيس، يعني فرحانين ياكلوا، زعلانين ياكلوا، سقعانين ياكلوا، عندهم نقص فيتامينات ياكلوا. الموضوع دلوقتي بقى بسيطره على الشهيه من الدرجه الاولى. سيطر على شهيتك وكل براحتك، يعني برضو احنا مش هنقفل اختيارات الاكل، وعلي الحرق بالكورس المدمر اللي انا جايباه النهارده. حلو قوي. والنهارده احنا محتارين نسميه كورس ناسف الدهون ولا كنا بنسميه كورس الاقتصادي. انا هسميه ناسف الاسعار. ناسف الاسعار، شوف بقى هي عملت ايه. ناسف الاسعار لسه حالا جايه في بالي دلوقتي، لما يكون اول 20 متصل عندهم خصم 85%، ايه ده؟ يعني ببلاش، اعملوه ببلاش بقى. ما بصي يعني المرحله الجايه اعملوا لي الناس كده ببلاش. احنا في نهايه السنه وعروض ديسمبر هتبقى رهيبه، استني أكيد. مننا حاجات رهيبه. واول عرض لينا في شهر ديسمبر لازم يكون قوي. زي ما احنا بادئين النهارده كورس كبسولات واعشاب ونقط، عليها اعشاب ونقط وكريم، الكريم المميز اللي انا بموت فيه، احتمال كبير قوي يبقى اخر مره انزل بيه. يا نهار ابيض، اخر مره انزل بيه انه اتسحب تماما. والعرض ده نزلت بيه مره قبل كده، صدقيني ما عادش 3 ساعات، ما عادش فعلا العدد ما قعد 3 ساعات. ولو اتصلتوا ولقيتوا اسعار غير الوهميه، يعني هتلاقوا الدنيا بالنسبه لكم فرصه رهيبه انك تغير حياتك. غير حياتك وخس والبس. الناس كلها بتتكلم كلمه واحده بس اللي بتتكلمني، انا فتحت جيت اجيب هدوم الشتاء مش عارفه البسها يا دكتوره، الهدوم كلها ضيقه. انا بوعدك في اسبوع اي حاجه قديمه عندك جايه تلبسيها بتاعت السنه اللي فاتت او اللي قبليها ولقيتيها ضيقه هتلبسيها، لان الكورس فيه كبسوله الماني قويه جدا. الالمان ما بيهرجوش. طبعا الالمان طبعًا. ما بيهرجوش صح. الحاجات عندهم ساينتفك جدا، والحاجات قويه جدا، والحاجات بصراحه مفعولها فوق الوهمي. انا شايفه ان لازم دلوقتي كل واحده خايفه على صحتها، لان السمنه ابواب باب للامراض كلها، الامراض بوابه الامراض بالظبط. تبتدي تتصل، مش هتلاقي ارخص من كده ولا اقوى أكيد. من كده أكيد. والكبسوله دي لو خلصت هتبقى بصراحه حرام. احنا عايزين نسال نفسنا سؤال، الاوزان المفرطه، الناس التخينه قوي دول يعملوا ايه؟ اللي مش هيقدر يروح يدفع كام الف جنيه صح. علشان يعمل عمليه، لان هم فاكرين العمليه سحر. اوكي، حتى خلينا على معلوماتهم، بس مش قادر دول، احنا لازم نديلهم ايد العون. فالكبسوله دي جايه لك انت، السمنه المفرطه، الناس اللي عندها اوزان كبيره تتحرك وتتصل، الستات اللي عندها خشونه بسبب وزنها مش عارفه تتحرك ولا تصلي، انت اللي مخليه نفسك كده يا امي اتصلي، لان هو ده الحل الوحيد انك تعرفي تفرجي عن عظمك، تفرجي عن مفاصلك اللي متزنقه بسبب السمنه الشديده دي. الكورس فيه اعشاب وكبسولات ونقط، وعليها اعشاب ونقط، والاعشاب اللي انا دايما بقولها، يعني الحاجات الهدايا اللي بتتحط على الكورس الاصلي لازم نعرف ان هي مختلفه، فيها مواد فعاليتها مختلفه، بتكمل بتزود، ما كانتش اصلا كمان تبقى اقوى. ما الهديه ما يبقاش مش بنزود بس هدية وبس. مش عدد صح. يجب ان تكون في اطار الهدف اللي انا رايحه اعمله، رايحه اخسس، رايحه انسف الدهون، رايحه اقفل الشهيه، رايحه اخليك قاعد شايف الاكل قدامك ملذه ومطب ومش قادر اكل. انا مش عارف انا طبيعي ولا ايه، انا قاعد خمس ست ساعات ثمان ساعات انا مش باكل ليه؟ انا يعني ده السؤال ده سمعته من واحده بتضحك معايا في التليفون من اللي خدتهم، بتقول لي انا مش مصدقه نفسي، انا كالعاده فين الفطار والغداء، انا خلاص العشاء قرب وانا ما اكلتش. في نفس الوقت انا بقول للناس لازم تاكل، يعني ما تستجيبوش لقوه صح. تاثير الكبسوله، لازم ناكل، ما نستسلمش للوضع الحالي ونقول لا خلاص بقى انا كده، انا لا هعرف اخس ولا هعرف اعمل، ولو رحت لاي حد هيقعد يقول لي كل ده. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، زي ما الشيف قال بالظبط كده. اراده والاراده بتاعتنا مكالمه تليفون. توفير الفلوس هنعملها، توفير المواد الفعاله القويه اللي تخليك تتغير. انت قاعد كبير وتخين وامراض الدنيا بتخبط على بابك، هتتغير وعظمك هيخف وصحتك هترجع تاني. والموضوع ده التحدي، الموضوع ده التحدي. الكورس المره دي قليل، يعني كبسولات واعشاب ونقط بس، مدمر
ناسف. عشان الكبسوله الجديده قوية جدا القويه الالماني اللي نازله. يبقى العرض النهارده يبقى على بعضه كده يا دكتور. كبسولات واعشاب ونقط، ده الكورس الاساسي عليه اعشاب ونقط وكريم التنحيف اللي انا بحبه. حلو قوي. والخصم النهارده الاول 20 متصل، وانا على عيني ان انا بقول اول 20 متصل، عندهم خصم 85%، يعني اللي هندفعه اقل من ربع ثمن الكورس. في المقابل هيوصلنا كورس كامل الكبسولات الجديده القويه جدا الالماني، الكبسولات والنقط والاعشاب، ده الكورس الاساسي. وعلشان نعلي معاه معدل الحرق اكتر الضعف، معاه كمان نقط واعشاب، مش كده يا دكتور؟ نقط واعشاب وكريم، والكريم اللي دكتور صفا دايما متفرده بيه، اللي دايما بتنزل لنا بيه. خلاص اتعرفتي بيه يا دكتور. وكل ده يا جماعه زي ما احنا دايما متعودين من ديتارم جلوبال، ان الشحن مجانا والمتابعه كمان مجانيه على مدار اليوم من دكاتره على اعلى مستوى. طب ايه اللي مطلوب مننا؟ زي ما دكتور صفا قالت لنا، مطلوب اراده، ان احنا دلوقتي احط في دماغي انا هقوم دلوقتي احارب السمنه واغير نفسي واغير اسلوب حياتي، وكل اللي اعمله ان انا اتصل على اي رقم من الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه يا جماعه عشان تحصلوا على عرض النهارده وتكونوا من اول 20 متصل. زائد كمان عندنا صفحات على الفيسبوك لفيتارم جلوبال، هننزلهم زي ما كل يوم بننزلهم عشان تعرفوا شكلهم. اول صفحه معانا مكتوبه فيتارم جلوبال بالعربي، وتاني صفحه مكتوبه فيتارم جلوبال بالانجلش، وتالت صفحه تخسيس ورشاقه. نفس الكورسات بتاعه النهارده بالظبط بالخصم ده اقدر اطلبهم عن طريق الصفحات على الفيسبوك، او الافضل والاحسن والطريقه الامنه اكتر الارقام التليفونات اللي موجوده في الاستريبه قدامكم على الشاشه. وما تنسوش ان احنا عندنا الخصم الكبير ده بس لاول 20 متصل ان شاء الله، يعني كلنا نحاول. لازم هم يتسارعوا ويتسابقوا في الموضوع علشان الموضوع مجدي. الموضوع حلو جدا، والكبسوله ضمت كل المواد الفعاله اللي موجوده في العالم. المن ما بيهرجوش، نسفوا الدهون هينسفوها الموضوع انتهى. الكبسوله قويه جدا وفي نفس الوقت مدعمه جامد قوي، ومحطوط جنبها كل العناصر. يعني لو نزلت لوحدها هتخسسك جدا. فما بالك بقى انا حاطه جنبيها اعشاب وكريم واعشاب وكريم. انت متخيل الكميات اللي بتحاوطك علشان ما فيش مفر من ان انت تخس؟ الكبسوله قويه جدا، هتاخدها تقعد اكتر. يعني في ناس تقول لي انا همشي على الصيام المتقطع، انا عايزه اقول لك اللي بياخد صيام المتقطع ده نوع من انواع الانظمه بتاعه الرجيم اللي زي صيام رمضان كده، تقعد فتره طويله من اليوم ما بتاكلش غير تشرب شويه ميه او تشرب شاي وكده. او تيجي تفطر مثلا وجبتين. في ناس عندها ان هي انا هصوم يا دكتور الصيام المتقطع ده، الناس بتقول ان هو بيخسس جامد جدا. عايزه اقول لك كبسوله هتخليك اكتر من 18 ساعه مش عايز تاكل، بس هو لازم ناكل تمام. وبرده هتعلي معاك حرق الدهون، بالذات بتعلي الكيتونات في الدم. يعني من الاخر موجز لانظمه الدايت اللي موجوده دلوقتي. حلو قوي. موجز لكل اللي انت، لو انت عايزه تشتغلي الكارب يعني تقللي الكربوهيدرات هي بتحرقها. لو هتشتغلي كيتو دايت، في ناس بتشتغل في نوع من انواع، عشان الناس لو مش عارفه، نوع من انواع الانظمه بتاعه التخسيس اسمها الكيتو. الناس بقى اليومين دول بقى زي موضه، الناس كلها ماشيه بيه. هو بيبقى الكيتونات اللي بتعلى في الدم هي اللي بتخلي الحرق يعلى، هي اللي بتستخدم وقود بدل السكر. برضو كمية الوقت اللي محرومة فيه من الأكل اللي أنا عاملة لك فيه سلدان نفس بتوفر في الجسم كمية الكيتونات. إذن ده ملخص أنظمة الدايت اللي أنت عايز تعمليه. يعني هيديكي كل خلاصة الخسسان، بس مع الفرق يا دكتور ان في الانظمه دي في حرمان. لكن حرمان مع الكورس والكبسوله حرمان وخلل عندهم. طبعا. لان احنا النظام الصحي لازم يكون مودي كويس جدا. انا اكل اللي انا عايزاه، محدش يأيدني. في نفس الوقت ما اختارش نوعين من الاكل، مثلا بروتين ودهون بس، واسيب النوع التالت مثلا زي النشويات والكربوهيدرات، او العكس اقللها شويه. يعني من الاخر هو نوع مديك ارادتك في انك تختيار الاكل، مع ان انت اصلا بيحرق جامد جدا جدا، والشهيه الكميات الرهيبه اللي بتاكلها هتقل جدا جدا. الكورس قوي، الكورس ملخص للدايت كله. كل الافتكاسات اللي من اول ما قالوا يا دايت لحد دلوقتي الكورس ده بيقوم بيه، لانه حاطط لك اعشاب بتعالي الحرق وحاجات تزود الفيتامينز، الفيتامينات اللي بتجيب السعاده البي 6 والبي 12 والحاجات، المواد اللي بتخليك احساس الدفى في الشتاء ده مهم جدا نكون دافيين، وموجود في المواد اللي بتقفل الشهيه. برضو لازم اخلي البطن ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. انا غطيت تلتين معدتي، لا ده انا هغطي معدتي كلها. يعني من الاخر مش هتحس فتره طويله جدا ان انت ايه قادر تاكل. الكورس مدمر،
الكورس قوي جدا، الكورس فرصه لكل واحد ما عندوش حل غير ان هو يستسلم. لا ما تستسلمش. صح. اقتصادي 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 اقتصادي، وخميس عندنا واخر الشهر، وانا عارفه كويس قوي ان احنا يعني لسه طالعين بالشهر، وفي ناس قبضت وفي ناس ما قبضتش، في مشكله اقتصاديه، فاحنا برضو لسه مادين الايه تكسير الاسعار وحرق الاسعار، ومرفعين اقوى حاجه موجوده في السوق، اقوى مواد فعاله للحرق، اقوى مواد فعاله لسددنا النفسي من غير ما نخ اشتغل على المخ، عشان ما حدش يفتكر ان الموضوع سنترال. الموضوع ده طبيعي 100% بالظبط، طبيعي 100%. الموضوع ده كاباسيتي بتاعت المعده، ولحم المعده يقل ومعدتك وسط كيبان، الموضوع كله عمل. معانا حاله هي يا دكتور. عندنا هو استاذ محمد كان 160، تسع شهور بقى 70. انا مش عارفه اقول لك يعني التغير اللي حصل له. عامل ازاي يعني؟ نتيجه رائعه بقى رفيع، مش بقى معتدل، ده هو كمان وصل للمثالي وبجداره. وتسع شهور وما شاء الله عليه الموضوع. يعني تسع شهور يعني قسم التارجت بتاعه على الشهور. كورسات متعدده، يعني كل شهر كان بياخد نوع معين من الكبسولات، بحيث ان احنا نغطي كل الاماكن اللي فيها دهون زياده. لا ما شاء الله، البطن لوحدها تسع شهور وبقى انسان تاني خالص. بقى والله لو عملها في العمليه مستحيل تكلفه زي ما هو اتكلف مثلا من الكورسات البسيطه الامنه الطبيه اللي موجود فيها اكلها وغذائها من فيتامينات ومعادن. لا يمكن. ناس هناك بيبقى كل ما تعمل عمليه الحق دي وقعت، ده دايخه، ده شعرها كله وقع، ده بشرتها، ده في المستشفى. ليه؟ لان انت خدتي جزء من جسمك اللي بيمتص فيتامينات ومعادن واكل وقطعتيه ورميتيه بره، او استغنيتي عنه لاي سبب ما. فبرضه دي مش حاجه منطقيه ان احنا نقول نستسلم، ان احنا نستغنى عن حاجه ربنا اداها لنا. احنا نقلل اللي احنا بندخله، يا اما بشهيتنا، يا اما ما نخليهاش تتوزع في التخزين تتحرق. نعلي الحرق، يا اما تاني نقفل النفس، وده سهل جدا بالاعشاب اللي ربنا خالقها الامنه اللي موجوده من اللي موجوده في كل كبسوله من الكبسولات اللي احنا بنديها لكم، وكلها حاجات طبيعيه زي ما قلنا بس بنسب مظبوطه. يعني عشان ما يجيش حد يقول لك ايه، طب ما انا اقدر اشرب شاي اخضر، اشرب قهوه خضراء، واكتر مش عارف من القرفه، اكتر من، عمرها ما هتبقى نسب مظبوطه، وممكن كمان من كترها تضر حاجه ثانيه. لكن احنا عندنا النهارده مكونات الكورس النسب بتاعتها مدروسه جدا جدا، فيها الكبسوله الالماني القويه جدا جدا المستورده اللي اول مره تنزل لفيتارم جلوبال. مش بس كده، ده كمان فيتارم جلوبال بتراعي ان احنا الميزانيه بتاعتنا ما تبقاش ما تتعبش ما تتضرش، عشان اقدر اجيب كورسات. ناس كتير بتفتكر ان الادويه والحاجات دي غاليه جدا، في فيتارم جلوبال لا، كسرنا الموضوع ده. النهارده الخصم بتاعنا يا جماعه 85% لاول 20 متصل، يعني حاجة ببلاش. جاي لكم في المقابل كورس كامل، الكبسولة الجديدة القوية والنقط والأعشاب، وعليهم كمان نقط وأعشاب عشان يزودوا مع معدل الحرق، وكمان عليهم كريم التنحيف وشد الترهلات، والخصم والشحن مجانا، والمتابعة كمان مجانية. ومعانا أم مصطفى على التليفون. أم مصطفى أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إزيك يا أم مصطفى؟ الحمد لله. انا مهاله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، منوراني يا حبيبتي والله. يا حبيبه قلبي، ده انت اللي منوره الشاشه يا مدام هاله. ربنا يخليكي يا قلبي والله، تعيشي. قولي لي يا ام مصطفى، ايه بقى، انت خدتي الكورسات ولا لسه عايزه تبتدي تاخديها؟ لا انا بدات فيها، خدتها ابتديتي فيها في خلال 9 ايام نزلت 9 كيلو. في 9 ايام؟ بتقولي ايه 9 ايام 9 كيلو؟ ما شاء الله، يعني معدل كيلو في اليوم. صح كده، انا سامعه صح مصطفى؟ ايوه مع حضرتك. ما شاء الله، ده انت ايه ما بتاكليش؟ لازم تاكلي على فكره. لازم تاكلي. ما انا باكل بس يعني مش زي الاول خالص، يعني ما يجيش ربع، يعني 1% من الاول. طيب برضه نشرب ميه كويس وناكل، والف مبروك على 9 كيلو دول. عشان تكملي لازم تاكلي. ما تستسلميش ان هي قافله النفس خالص، لازم تاكلي. ومبروك على 9 كيلو دول وكملي. ايوه انا لسه مكمله في الكورس، لسه يعني لسه بكمل في الكورس وباكل برضو، بس طبعا يعني كميه الاكل قلت خالص خالص كتير عن الاول. تمام. وبشرب برضو ميه كتير ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برافو عليك يا ابو مصطفى والله. قولي لي، ال 9 كيلو دول فرقوا معاكي، فوقوا جسمك كده شويه؟ اكيد اكيد طبعا يا مدام هاله، اكيد طبعا.
طب قولي لي بقى قبل ما تخسي يعني ايه اللي كنتيش تقدري تعمليه ودلوقتي لا الحمد لله بقى معاكي كويس جدا؟ يعني انا كنت في طلوع السلم كنت دايما اهبط مجرد ما اطلع السلم تنهاجي بقى ومش قادره تاخدي نفسك مش قادره طبعا بيفرق برده معايا في اللبس وكده طبعا 9 كيلو فرقوا طبعا فرقوا جدا تلاقي المقاس عندك اختلف تماما يعني طبعا يعني لسه ان شاء الله مكملين باذن الله لما لسه كمان شويه افطر انزلهم ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي على خير وتكلمينا تاني يا ام مصطفى باذن الله ان شاء الله شرفتيني يا حبيبتي شرفتيني هي كده ممكن يكون معدل الحرق اصلا في جسمها عالي اشتغل بقى مع الكورس بتاعنا الكبسوله الجديده فادى النتيجه الرائعه دي بس انا عايز اطمن الناس النزول السريع دايما الناس كلها بتبقى خايفه من النقطه تقولي الناس اللي بتنزل بسرعه هترجع بسرعه مفيش الكلام ده انت لو نزلت 2 كيلو بتمسك في ال 2 كيلو انت لوحدك صح. مش موضوع واحده نزلت 9 كيلو هتستسلم هتفضل تاكل لحد ما تعلى ل 9 كيلو ليه يعني هي مش شايفه نفسها وتوزن نفسها لا يمكن تمام فالموضوع مش كده قوي برده الناس اللي بتيجي تتكلم تقول ال 9 كيلو دول ممكن يكونوا ميه النزول السريع لا يمكن برده انت مش شايل في جسمك 9 كيلو ميه بالظبط لازم يكون في ومش ممكن يكونوا عضل لان ده مش الوقود اللي البني ادم بيستخدمه اثناء الحرق صح. يا اما هيحرق سكر يا اما هيحرق دهون برضو انت وشطارتك هتاكلي كويس وتشرب ميه كويس ممكن تبقي واخده كيلو في اليوم ما فيهوش اي خطوره معدل الحرق بتاعك حسنيه بالفيتامينات وبالميه وباكل الخضار مع الكورس يعني لو هتوصلي اللي انت عايزاه المهم ان هي واخده الكبسوله المدمره والنتيجه هي قالتها من غير انا ذات نفسي زيكم كده اتخضيت لما لقيت كيلو في اليوم بس انا عارفه ان ده وارد وبيحصل وبشوفه اقل حاجه ممكن تنزل في اليوم نص كيلو بيمهل الاكل تماما واللي داخل بيتحسب كانه ما فيهوش كالوريز خالص زيرو كالوري بتاكلي بس بياخدوا منه الفيتامينات والفايبرز والمينرالز انما بيتحسب زيرو وفي الاخر برضو القديم بيتحرق فلازم تخس عايزين ايه تاني انت لو قفلت بقك بس من غير ما تعلي الحرق بتخس فما بالك انا قافله بقك وحاطه لك مواد تعلي الحرق وحاطه لك كريم كمان من بره يظبط الترهلات ويشد الجلد ويخسس كمان جداً. هتروح مني فين هتخس وبعدين السعر اقتصادي 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 مفيش حد يقول لي مش قادر اخس مفيش امل انا جربت كتير ملخص الدايت كله اتحط في الكورس ده اللي هو مدمر الدهون ومدمر الاسعار بالظبط نازف الاسعار دهون ونازف الاسعار زي ما دكتور صفا قال ليه بقى عشان لو لسه حد فاتح معانا ليه يا دكتور الخصم كام النهارده الخصم عندنا اول 20 متصل 85 والباقي 75 يعني حتى لو ما لحقتيش ال 20 انت برده هتاخدي اكستريملي هاي يعني برده هتاخدي حاجه واو برده 75% ده مش بنعمله على الكورس الفردي يعني دايما تلاقينا عاملينها كورس ان شاء الله هنبتدي من دلوقتي قبل ما نطلع الفاصل نتصل على الارقام اللي موجوده على الشاشه عشان تكونوا من اول 20 متصل وتستحقوا او تفوزوا بالخصم اللي هو 85% النهاردة أول مرة ينزل مع الكبسولة الألماني الجديدة القوية اللي هي برضو لسه نازلة جديدة في فيتارم جلوبال حاولوا تسروا على الأرقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة ويلا نطلع فاصل ونرجع سوا نكمل حلقتنا مع بعض فاصل قصير في سوا القناة تتغير رجعنا لكم بعد الفاصل وفي الفاصل الاولاني كان معانا العرض المدمر للدهون او زي ما دكتور صفا قالت مدمر للدهون وناسف للاسعار عرضنا النهارده الخصم بتاعه اول مره ينزل مع الكبسوله الالماني الجديده فيتارم جلوبال القويه جدا جدا النهارده عندنا مفاجاه الاول 20 متصل الخصم 85% بعد كده الخصم ده بعد ال 20 هينزل ل 75% طبعا برضو 75% خصم كبير بس احنا طماعين شويه عشان ايه جبنا ما يتضرش قوي عايزين نعمل كل حاجه بس ما جبنا ما يتضرش فان شاء الله نكون من اول 20 متصل نلحق باذن الله الخصم الكبير عشان يوصلنا النهارده الكورس الكامل كبسولات ونقط واعشاب وعليهم كمان نقط واعشاب زياده عشان يعلي معدل الحرق مش بس كده عندنا كريم التنحيف وشد الترهلات اللي بيدين من بره بيساعد على اذابه الدهون من بره وبيعيد حيويه ونضاره البشره تاني شحن مجانا والمتابعه كمان مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى واتصلوا دلوقتي عشان تلحقوا الكلام الحلو ده كله
دلوقتي بقى تعالوا نسأل دكتور صفا تاني على الكبسولة. جالي عليها كذا سؤال في الفاصل من الكنترول، ناس اتصلت بتسأل يعني هي الكبسولة دي بتدخل تعمل ايه بالظبط في الجسم؟ بتعمل حاجة اسمها غير سد النفس وغير تخزين غير حرق الدهون، تنسيق القوام. يعني من الآخر اللي بتقول لي أرداف وكرش وظهر بتروح على نوع معين من الدهون اللي هي الدهون الغليظة الكبيرة الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها أو صلبة شديدة، بتاخدها كتارجت وبتنهيها. يعني هي أساسا ممهدة إن تعمل القوام المظبوط. يعني أرداف، جناب صعبة جدا، تخس ما تخس مفيش أمل، هتنسف كل ده. يبقى هي النهاردة العرض بتاعنا زي ما قلنا مدمر للدهون وناسف للأسعار. ناسف الأسعار، بيدخل كده بيتحدى كل الأسعار. أشكرك يا دكتور، نورتيني يا حبيبتي وشرفتيني. ربنا يخليك. أشكركم على متابعتكم الكريمة، وأتمنى لكم أجازة نهاية الأسبوع سعيدة يا رب بإذن الله، وأشوفكم يوم السبت إن كان لينا عمر على خير يا رب في وصفات أحلى وأحلى. ومن النهاردة ليوم السبت هسيبكم في رعاية الله.